ثم التطوعات منها المحض ومنها ما يقال فيه فرض. فالوتر قيل واجب، وإنه إن فاتهم يوما فيبدلونه، وهو ثلاث ركعات يفصل ما بينها، وقيل ليس يفصل، يقرأ في الكل مع المثاني بمتيسر من القرآن، وركعة تجزيه عند العجز، وقيل فيها إنها لا تجزي، ووقته بين العشاء والفجر متسع يدريه من لا يدري، ووقته بين العشاء والفجر متسع يدريه من لا يدري، وينبغي له يقدمنه كي لا ينام ثم يتركنه، وإن يكن فوته بالعمد عليه تكفير أخ التعدي، وذاك مبني على الوجوب، وهو مقال لفتى محبوبي، ولا يصلى الوتر في جماعة، ومن يصليه فقد أضاعه، إلا إذا ما كان في قيام شهر الفضل والصيام، فإنه يتبعه في ذاك يصلين مثله كذاك، ومن يكن صلى القيام مفردا أفرده كذاك فيما أفردا، وجائز يصلي فوق الراحلة، وهو دليل من يقول نافلة.